يقول انا دوامي ينتهي 1:30 بس اروح اجيب عيالي اطلع الساعه 12. زين سؤال بس، اليوم اللي ما يداومون عيال كم تطلع 12؟ زين شوي. القصد هنا يعني لو فرضنا أدينا لك المسؤول انك تجيب عيالك وترجع الدوام، انت تدبر نفسك، عارف شلون؟ يعني تقول مره بالاسبوع تروح تجيبهم او كذا، او تاخذ عيالك وترجع الدوام يقعدون معك شويه، عارف شلون؟ بعدين توديهم البيت. لا تصير هذه عاده، لا تصير كل يوم اطلع على ابني اجيب عيالي، ما هو صحيح. ها يقعدون بالمدرسه، يقعدون بالمدرسة. لا تخلي المدارس خلون عندهم مدرسه تقعد الدوام، يقعدون دبر نفسك. خلاص خذي رخصة رسمية، استئذان رسمي تسوي لك، انقلهم مجلس يم دوامك، شوف لك حل. طيب